غادرت فجر اليوم أولى رحلات حج القرعة لعام 1443 هجريا إلى الأراضي المقدسة. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ بعثة الحج لهذا العام كافة الإجراءات التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر. وأعرب حجاج بيت الله الحرام عن تقديرهم لما لمسوه من تيسيرات منذ بدء عملية التقديم للحج. مع نسمات فجر 25 من ذي القعدة لعام 1443 من الهجرة، توافدت أولى أفواج الحجاج على الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولية تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام. سعادة غامرة ارتسمت بها وجوه الحجاج وزويهم، وإشادة بالتيسيرات التي لمسوها خلال مراحل التقديم. الواحد كان طبعا بيدعي من قلبه وبيعيط ونفسه طبعا يعني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله. أنا فوجئت بالخبر، ما كنتش مصدقة يعني، بقيت فرحة أعيط وأضحك. بعد العيد بأسبوع لقيتهم بيتصلوا علي ألف مبروك يا حاجة، ما بقتش مصدقة من كتر الفرحة عياط. إحساس رهيب، إحساس في تداخل ما بين الفرح ما بين البكاء، حاجة كده غير يعني ما أقدرش أوصفها لحضرتك، يعني دعوة جاية من عند الرحمن. وفي سهولة ويسر أنهى الحجاج إجراءات السفر بمتابعات مستمرة لمسؤول البعثة لتذليل أي عقبات وتقديم كافة التسهيلات لراحة الحجاج. وقد حرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وطمأنتهم على اتخاذ البعثة المصرية هذا العام كافة الإجراءات التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر. كما استمع رئيس بعثة الحج لطلبات الحجاج وطالبهم بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم. تهفو القلوب وتشتاق لزيارة بيت الله الحرام، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يغفر ذنوبهم، مقدمين الشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول في تسهيل إجراءات الحج. إلى الآن يعني لا لست بمصدق أني مسافر إلى حج بيت الله تعالى الحرام، يعني إلى الآن كأني في حلم. جوات في الاسم كانت سهلة جدا وكانت منصة جدا، وكان عندنا جروب على الواتس بيتواصلوا معانا بيبلغونا بكل ما هو جديد وكل ما هو مطلوب مننا. ناس قابلتنا بره وشالوا الشنط ساعدوني، جابوا الكرسي، ابتسامة حلوة، ضباط شرطة محترمين، في تسهيل مع الناس كلها. رسالة الشكر وتقدير للأستاذ رئيس الجمهورية على يعني على كل ما تم لنا الحمد لله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. غادرت أولى رحلات حج القرعة إلى المدينة المنورة، وبعد نحو الساعتين هبطت بسلام الله بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز، وسط استقبال حافل من مسؤول البعثة والسلطات السعودية التي باشرت عملها في إنهاء إجراءات وصول الحجاج بكل سهولة ويسر، ليبدأوا رحلة الاستمتاع بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البدء في أداء مناسك الحج.